لمي حاجتك وتسيب البيت ده دلوقتي حالا. ما ينفعش يا شيخ. مش عايز كلام كتير. حاضر اللي حضرتك تأمر بيه، بس أنا عايزك تسمعني. لو مش هسمع. أنا هدفع لك فلوس وفلوس كتير قوي مقابل إنك تبعدي عن ابني، مفهوم؟ بس أنا مش عايزة من حضرتك فلوس. هو اللي حضرتك تأمر بيه، أنا همشي ومش هتشوفني تاني. إيه اللي بتقوليه ده بس؟ هتمشي تروح فين؟ تبعد عننا. بقى عندنا أكتر من شهر. عالجناها واتكلمت وطلعنا الأوراق. عايزة مننا إيه تاني؟ أنا والله ما كنت أقصد. ولا كنت أعرف إني هحبه. أنا آسفة. لا يا لبنى أنت مش هتمشي. بابا لو سمحت ممكن نقعد بس ونتكلم؟ وبعدين أنا خاف عليها، هتمشي وهي مش عارفة رايحة فين. يا ستي هأجر لها مكان تاني بعيد عن البيت ده وبعيد عن ابني. حضرتك عملت لي حاجات حلوة كتير. كلكم. أنا مش عايزة حاجة تاني، همشي. لو سمحتي خدي حاجتك واتكلي على الله. ولا حاجتي عايزاها، أنا زي ما جيت زي ما همشي. ما ينفعش كده يا شاهين. مش عايز كلام كتير. لو أنتوا تنفذوا من سكاس. استني يا لبنى. سيبيها مها. ليه كده يا بابا؟ اللي حضرتك بتعمله ده ظلم، ظلم لبنى وظلم طارق كمان. انا ممكن اظلم طارق بس مش هسيبه يضيع مني، مفهوم؟ اتفضل التليفون اللي حضرتك جبتهولي. انت ايه اللي جابك هنا يا ولد؟ انا مش منبه عليك ما تجيش البيت ده طول ما هي موجوده. انا جاي اخد لبنى وامشي. تاخد لبنى؟ ما تقدرش تاخدها، انا امنعك. انا اسف يا حاج بس حضرتك ما تقدرش تمنعني. حضرتك قدامك حاجه من الاثنين، يا تبارك جوازي انا ولبنى ونعيش كلنا جنبك، يا هاخدها وامشي من هنا وهنتجوز برضه. لا يا طارق انا مش هعمل كده، انا همشي. استني رايحه فين؟ وانتوا رايحين تقعدوا هنا قد ايه؟ ديوز. طب بقول لك ايه، ما تيجي نزود يوم كمان ونبات بالمره. نبات اوكي، بس هسال سول اول لو وافقت. بيس. ايه اللي هسال سول؟ كل حاجه هنسال ماما، هنسال ماما، ما بناخدش القرار من دماغنا ابدا. ده عادي لازم اسال ماما لان الفلوس دي بتاعتها. أوكي. طيب انا بقول لكم ايه، انا عملت دماغ في المصحه انا ما عملتهاش بره قبل كده. الراجل ده الاستفاض بتاعته اولويز اون فاير. النضاره فيها حاجه ولا ايه؟ هل عامل نضاره ولا يا باشا؟ اوكي ما تغلاش عليك يا راشا. حبيبي يا باشا. بقول لك احنا كده بقى لنا 3 شهور بناخد منك صح؟ اه اصل بصراحه الحاجه اللي معاه كتير. بقول لكم ايه؟ بما ان الحاجه بقى بتعمل لكم دماغ وحلوه كده، انا ليه عندكم خدمه صغيره؟ خدمه؟ 5-6 تلفونات لاصحاب كل اليوم في الحلوه كده يعني، ظبطوني يعني. ايه ده يا راشا؟ انت عبيط ولا ايه؟ ليه يا باشا بس؟ لا صح، انت شكلك عبيط عشان تطلب مننا ان احنا نشتغل معاك ديلرز. لا يا باشا مش كريم والله. احنا جايين نقضي ديوس مش عايزين نكد. انا اسف يا باشا والله ما اقصد باصص ديوس. ما ضيق يو. انا ماشي يا جماعه، انا ماشي خلاص. كريم اقعد، ايه التمثيل ده؟ يا جماعه اتفضل يا جماعه اشتغل ديلر يعني. ما هو ما يقصدش الكلام اللي جه في دماغك يعني كريم. خلاص يا راشد اللي انت عايزه هعمله لك من النهارده كمان. اهدى بقى. انا اسف والله يا كريم باشا، حقك عليا، امسحها معلش. اوكي تمام، انا مش هعمل كده. خلاص يا كريم. طيب خلاص خلاص نبقى. anyway يا راشد you are not important at all. والله حاسس كلام صح يعني. هات النظارة دي كده. خلاص بقى يا كريم بقى. تقل لك شوية أصلا عشان الخشب ينعم معاك، وشاهل شويه عشان لسه في حتتين قدامنا عايزين نلحق نخلص من النهارده.
الله ينور. بس ما تيجي تقعد معانا شوية أعرفك على صاحبتي كمان. ومال؟ روان راشد. أهلاً. أهلاً. وأنت منين بقى؟ أنا من كل حتة. بما إنك بتبيع يبقى أنت أكيد بتشد. لا خالص. معقولة؟ مش بيقولوا طباخ السنة بيدوق؟ أنا كيف حاجة تانية خالص. بقول لك إيه؟ لو حبيت آخد منك بضاعة وأبيع لأصحابي عشان نعمل فرق، ينفع؟ يعني عايز تطلعي كيف ببلاش يعني، وماله عادي. حلو جدا. تسهر عندي بقى الليلة دي ونتكلم في التفاصيل أكتر. وماله؟ هنعيشك ليلة ولا شهريار؟ تمام. وأنت بقى كده متجوز ولا إيه؟ لا خالص. بس كنت متجوز واحدة وتفشت مني، فاتجوزت أختها عرفي اللي هي أصلاً متجوزة ابن عمي. صح، مش عم يضحك والنبي. أنا روي لما كنت بعمل حكاية أجيب الجنيه من البداية، إيديا بتحرقني عشان أنا لسه صبي. القصة بتاعي قال لي كده، بس قال لي بكرة إيديا هتنشف وأبقى راجل. طب خلاص بقى علي، أنت هتعيط ولا إيه؟ أعيط؟ عينيا لو دمعت هخزقهم، بس أنا صعبان عليا نفسي. سيبني في حالي، سيبني سيبني يا خلف سيبني. ما ترد، تصحى كده وترد. رد يا اخويا بيزن. الو مين؟ ايوه انا راشد. مين يا عم؟ ايه يا عم، هما تجار المخدرات ما بيناموش؟ مش من الكوكب؟ اقفل يا عم، مفيش. اقفل اقفل. ايه ده؟ قفلت السكة ليه؟ مش يمكن رزقة؟ اطلبه كلمه يلا. ايه يا باشا؟ معلش، هو مين معايا؟ انا اسف يا باشا، ما اعرفش والله، اسف. بيصحوني من النوم ببقى غلط والله. معلش يا باشا، انا اسف، حقك عليا. ده حبيبي حبيبي يا باشا، امرني. تصلك ده ايه؟ كوكايين؟ لا بس اوجده. هو قال لك بكام؟ الجرام اللي هو كام مصري؟ هرس ودمني ل 2500. لا يا باشا مفيش مشكله، انا اوجده طبعا، اوجده واكلمك يا باشا. سلام سلام. هرس حاسب. ايه هو ايه ده يا اخويا ب 2500؟ تشارلك. شارلك ده ايه؟ الكوكايين. وانت هتشتغل فيه؟ ليه لا؟ طب يا اخويا ما نبشبش على روحنا، ما انت معاك 140,000 زغلول. يا ولية يا حزاني، نعمل ايه؟ نوقف بيع ونقعد ناكل ونشرب بيهم لحد ما يخلصوا، وبعد كده نقعد ننطم؟ لا تنضف، تبان عليك النعمه، تغير العده المعفنه دي. الله، امال عايز تعمل ايه؟ عايز اجمع قرشين كده على بعضيهم. خلاص بقى، اجمع قرشين على بعضيهم كده يبقى معانا مبلغ.
نعمل بيه اللي احنا عايزينه. هنشتغل في المخدرات يعني؟ ليه لا؟ يعني انا كنت عايزه اتوب. لا يعني نمشي في العدل. لو انا انت تهفتي في نافوكك الكلام ده بيطلع منك انت. الفلوس دي تلف مخدرات ماشي، تلف سلاح، نجمع مبلغ على بعضيه كده نعمل اي حاجه في خيالنا. ان شاء الله لما تلم الفلوس كده هتعمل بيهم ايه يا سيد الرجاله؟ هقلب الدنيا على عصريه. قلبي لا مش قادر استحمل. شوفوا ليه قال هيدور على عسلية. قال هدور عليها، هقلب الدنيا عليها، مش هخلي حتة في البلد غير لما ادور عليها فيها، وهلاقيها وانا هغلب، يبقى معايا فلوس كتير ومعارف كتير، اعرف اعمل اللي انا عايزه.